مشاهدينا متابعين معكم بأخبار المونديال بشوط إضافي. بدنا نرحب وسيم، اهلا وسهلا فيك وسيم، زميل جديد على المنصه. مساء الخير روان، مساء الخير ايهام. قبل شوي خلصت المباراه الاولى بالدور الربع النهائي لكاس العالم، المباراه اللي جمعت ما بين اوروغواي حامله اللقب مرتين اعوام 30 و50 وفرنسا حامله اللقب مره واحده عام 1998. هي بتذكرها مظبوط. المباراه انتهت بفوز المنتخب الفرنسي على اوروغواي بهدفين دون رد. خلينا نتابع اخر مباريات واخر نتائج واخبار كاس العالم. مساء الخير مشاهدينا، تاهل منتخب فرنسا الى نصف نهائي كاس العالم بعد فوزه على اوروغواي بهدفين دون رد قبل قليل في افتتاح منافسات دور الثمانيه. سجل رافائيل فاران وأنطوان غرينزمان هدفي المباراة بالدقيقتين 40 و61. سننتقل إلى مباراة اليوم الأخرى التي تجمع بين منتخبي بلجيكا والبرازيل، حيث تلعبان في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت دمشق. وقال المدير الفني للبرازيل تشيتشي أنه يتوقع أن تكون مباراة رائعة من الجانبين، مؤكدا أن كلا الفريقين يجيدان لعب كرة قدم جميلة ومن الواضح أن كل واحد يملك أسلوبا خاصا به، مضيفا أن بلجيكا لديها لاعبين ممتازين ودائما ما وضعها في صف المرشحين، لكنه أوضح أنه في الثلث الأخير من الملعب يكون البرازيليون أقوياء من الناحية الفردية ومهاريون للغاية. وتعد هذه المواجهة الثانية في التاريخ بين المنتخبين، فكانت المرة الأولى في ثمن النهائي لمونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وحسمت لمصلحة السامبا بهدفين دون رد كان من توقيع رونالدو وريفالدو. هذا وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن الظهير الأيمن دانييلو سيغيب عن المنتخب في بقية مبارياته في كأس العالم، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في التدريب قبل المباراة مع بلجيكا. وأكد الاتحاد البرازيلي في موقعه على الانترنت أن الأشعة أثبتت إصابة لاعب مانشستر سيتي في الكاحل، مشيرا إلى أن دانييلو طلب البقاء مع المنتخب وخضع للعلاج. وشق اللاعب طريقه إلى تشكيلة الأساسية بعد إصابة داني ألفيش قبل انطلاق كأس العالم. وعلى الجانب الآخر، المدرب الإسباني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز قال إنه لا يخشى المنتخب البرازيلي في اللقاء المرتقب بينهما. وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس أكد مارتينيز على التشابه في الصفات بين المنتخبين البرازيلي والبلجيكي، لكن الفرق الوحيد هو أن بلجيكا لم تحقق لقب كأس العالم من قبل، فيما فاز منتخب السامبا بهذه البطولة 5 مرات، مؤكدا أيضا على ضرورة القيام بأفضل أداء ممكن في أرض الملعب. وأوضح أنه في كأس العالم لا يمكن الاعتماد فقط على 11 لاعبا، فجميع اللاعبين مستعدون للمساهمة ولإحداث التأثير. نتابع مشاهدينا بعض التغريدات حول المباراة المرتقبة بين البرازيل وبلجيكا. أول تغريدة للدكتور محمد الجوادي كتب فيها عن تاريخ البلدان المشاركة في كأس العالم في ربع نهائي لهذا اليوم، فقال بلجيكا هي التي أخت فرنسا الصغرى تلعب مع البرازيل التي هي أخت أوروغواي الكبرى، وفرنسا أخت بلجيكا الكبرى تلعب مع أوروغواي أخت البرازيل الصغرى. إذا فازت الصغيرتان أو الكبيرتان فالفوز موزع على القارتين، وإذا فازت أختان من نفس القارة فالفوز لا يعرف صغيرة ولا كبيرة، مع هاشتاج أبو التاريخ. إلى تغريدة أخرى مشاهدينا لمحمد الشيخ يقول فيها: هل يفرض المنطق نفسه ونشاهد فرنسا والبرازيل وجها لوجه في الدور النصف النهائي للمونديال كمواجهة محبذة لكثير من محبي المتعة الكروية والأداء السلس، أم تقلب الأوروغواي وبلجيكا الموازين والتوقعات؟ إلى حد الآن طبعا فرنسا تأهلت إلى الدور نصف النهائي، لا ندري ماذا سيحدث في مواجهة البرازيل وبلجيكا. تغريدة أخيرة حول هذه المباراة لياسر الذي يتحدث عن النجم البلجيكي كيفن دي برويني، وقال: لا أريد أن أراهن لكن متأكد أن دي بروين أن يرتدي قميص السيتي، يقصد مانشستر سيتي، ويظهر بذلك الأداء المبهر والرائع
الذي يسحر كل من يراه. نعم مارتينيز لا يعطيه تلك الأدوار التي يمنحها بيب، لكن دي بروين يجب أن يتألق أمام سيليساو، فإن لم يظهر ويبدع في هذه المباراة فمتى سيبدع؟ وهنا ربما يقصد ياسر أن المدرب الإسباني غوارديولا يمنح اللاعب لاعب الوسط وصانع الألعاب دي بروين الحرية في الأداء مع مانشستر سيتي، ولكن لا يمنحه المدرب الإسباني الآخر مارتينيز للاعب مع منتخب بلجيكا في كأس العالم. سننتقل إلى الداخل السوري لنتابع النازحين في الشمال السوري، ورغم ظروفهم فهم يشاهدون مباريات المونديال، يجتمعون أمام شاشة صغيرة في الطقس الحار ضمن خيمة لمتابعة مباريات فرقهم المفضلة. هذه هي أجواء متابعة مباريات الدورين الأول والثاني في الشمال السوري مع أشقائنا هناك. نتابع عبر شاشات صغيرة. ينتقل عشرات النازحين في أحد مخيمات الشمال السوري إلى العالم الخارجي لمتابعة كأس العالم، فيشبعون شيئا من حبهم للرياضة وينسون قليلا من مآسي التهجير والنزوح. خلال ساعات نقل المونديال يجتمع عشاق كرة القدم بأحد الخيام التي تؤمن البث المباشر للمباريات وهي قليلة جدا، فيتابعونها بكل شغف. كل يشجع فريقه المفضل، يفرحون قليلا بفوز منتخبهم ثم ينسحبون إلى واقعهم المزري في خيامهم. رامي السيد أحد الناشطين السوريين النازحين القلائل الذين يملكون شاشة تلفاز مع جهاز بث مباشر، يقوم بوضعه نهارا داخل خيمته وليلا خارجها، ويستقبل يوميا عشرات المشجعين. رغم المآسي ورغم التهجير اللي صار فينا بالغوطة الشرقية، ورغم المخيمات قعدنا بمخيمات وشوب كتير يعني، وأحيانا هواء تيجي لإخلاع الخيام، إلا هيك بدنا نعمل جو رياضي نحن والشباب. رغم أنه كتير يعني هون الحياة صعبة ومخيمات وخيام وكتير في مآسي، إلا اجتمعنا نحن والشباب ويعني مشان نرجع الروح الرياضية، مشان نعمل جو رياضي ضمن المخيم. ومن بين المشجعين عدد كبير من الأطفال، بعضهم لف نفسه بعلم الفريق الذي يشجعه، وآخر يتابع عن كثب ويحاول أن يفهم قواعد اللعبة. كما أن المشجعين يضمون خليطاً من مختلف المناطق التي هجرها النظام وحلفاؤه، بينها الغوطة الشرقية وريف حمص، يجمعهم حب كرة القدم ومأساة النزوح والتهجير. بعيداً عن أخبار المونديال وإلى خبر مهم يخص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ودعت الصحف الإسبانية اليوم الجمعة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بعد إجماع في إيطاليا وإسبانيا على حد سواء عن قرب انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي. صحيفة أس الرياضية الإسبانية كما نشاهد حددت يوم 7 تموز موعداً لانتقال النجم البرتغالي لما يحمله هذا اليوم من دلالات لحامل الرقم 7، وأشارت إلى رغبة النادي الإيطالي تقديم اللاعب غدا في ملعبه أمام مشجعيه، وكتبت في صدر صفحتها كريستيانو خروج وشيك. أما صحيفة كوري ديل سبورت الإيطالية فكتبت كلمة واحدة من تكفي، لم تعد إيطاليا إلا على بعد خطوة فيما يبحث مدريد عن نجم جديد كبير. وبحسب وسائل الإعلام فأعد فإن يوفنتوس عرض على رونالدو عقدا مدته 4 أعوام براتب سنوي صاف تصل قيمته إلى 30 مليون يورو، في وقت شك فيه النجم البرتغالي من راتبه الذي وصفه بالزهيد في ريال مدريد والبالغ نحو 23 مليون سنويا. من التعليقات على هذا الانتقال الوشيك أو المحتمل بحسب الصحف للنجم البرتغالي رونالدو، كتب الإعلامي الرياضي التونسي رؤوف خليف صباح اليوم: صباح العافية والخيرات، البطولة الإسبانية تودع الدون رونالدو بعدما تابعت رحيل الرائع نيمار، وكأنها أرض بدون أمطار ليس فيها إلا ميسي الذي بقي يتيما لوحده يضيء هذا المشوار، فهل الليغا قريبة من شمس الغروب؟ بحسب تعبير رؤوف خليف.
إلى تغريدة أخرى للصحفي الرياضي محمد عواد، قال فيها: لو صدقت أنباء بيع رونالدو التي من الواضح أن سببها الرئيسي بدء دورة جديدة في الفريق مع أعمار أصغر وإطلاق مشروع جديد مع لوبيتيغي، ماذا يمنع بيع مودريتش بعد المونديال، خصوصا أن تألقه يحسن سعره بالنسبة للاعب عمره 32 سنة. أيضا مشاهدين، الليغا فقدت نجم مهم وكبير من نادي برشلونة هو أندرياس إنيستا. تغريدة أخرى لعمر عبد الله يقول فيها: روميو أغريستي الصحفي الأقرب ليوفنتوس، رونالدو إلى يوفنتوس تمت، يوفنتوس وجد تمويل راتب رونالدو، اللاعب وافق فعليا على عقد 4 سنوات مقابل 30 مليون يورو، وحدد مستقبله مينديز، اتفق مع بيريز على بيع رونالدو مقابل 100 مليون يورو، عرض يوفنتوس سيصل خلال ساعات رونالدو في تورينو يوم الأحد. أيضا مع خبر أسطورة آخر، توجه الحارس جيانلويجي بوفون إلى العاصمة الفرنسية باريس تمهيدا لتوقيع عقد مع نادي باريس سان جيرمان. وبحسب وكالة فرانس بريس، وصل بوفون الذي انتهى عقده مع يوفنتوس في 30 حزيران برفقة طبيبه إلى مقر سان جيرمان. ومن المتوقع أن يوقع بوفون عقدا مع البي اس جي لمدة موسمين، على أن يقدم رسميا إلى وسائل الإعلام يوم الاثنين. ومن شأن انتقال بوفون البالغ من العمر 40 عاما إلى باريس سان جيرمان في أول صفقة له منذ تعاقده مع المدرب الألماني توماس توخيل، إلى أن تؤدي إلى عملية تغيير في مركز حراسة المرمى الذي تبادله الموسم الماضي ألفونس أريولا والألماني كيفين تراب. شكرا لحسن المتابعة، ونتمنى أن تكون مباراة البرازيل وبلجيكا مباراة مليئة بالأهداف وشيقة. نعود إلى روان وأيهم. أكيد ناطرين وسيم طبعا. شكرا لك، مكملين معكم مشاهدينا، فاصل ورجعين.